الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء، وبعد. وقلنا بلغنا إلى قوله جل في علاه: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد من ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب في النار موعده فلا تكن في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. يخبر الله تعالى عن حال المؤمنين الذين فطرهم الله جل في علاه على الفطرة السديدة السليمة على توحيد الله جل في علاه. نعم، كما بينا قبل ذلك قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسمع به من هذه الأمة والذي نفسي بيده أقسم من غير أن يستقسم لأمر جلل، والذي نفسي بيده لا يسمع به من هذه الأمة أمة الدعوة لا أمة الإجابة، من هذه الأمة يهودي كان أو نصرانيا ثم يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. يقول هنا سعيد بن جبير: فبحثت أنظر أين مصداقه في كتاب الله جل في علاه، وقال: ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وجدت له تصديقا في كتاب الله، كما قال الإمام الشافعي في هذا الباب، حتى وجدت هذه الآية: ومن يكفر بالأحزاب ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. ومن يكفر من الأحزاب يعني من الملل كلها فالنار موعده. قال الله تعالى: فلا وقوله تعالى: فلا تكن في مرية منه إنه الحق من ربك، أي القرآن هو حق من الله جل في علاه. القرآن حق من الله جل في علاه، تكلم الله به وسمعه جبريل ونزل به إلى النبي الأمين، تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، ولا شك فيه ولا مرية بحال ولا ريب. نعم، قال الله تعالى: ألف لام ميم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وقال تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. وقوله تعالى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال: فلا تكن في مريات منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، العلم الذي يفيدهم بالانقياد والاتباع، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، ولكن أكثر الناس يتكبرون يتجبرون يجحدون يستهزئون يستمرئون، وما أرادوا بذلك إلا السلطان والهوى والمكان التي أرادوها في هذه الدنيا، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، كما قال الله تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. فأكثر الناس على الضلالة وأكثر الناس على العمى، ولذلك قال علماؤنا: القلة ممدوحة، جاءت في القرآن القلة ممدوحة والكثرة هي المذمومة. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى الأمم عليكم كما تدعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، إنكم اليوم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله المهابة من صدور أعدائكم ولا يجعلن في قلوبكم الوهن. قالوا: ما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. قال الله تعالى: ومن أظلم من افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. يقول: ومن أظلم، ليس أحد في الدنيا أظلم من هؤلاء، ليس أحد أظلم ممن افترى على الله كذب. الكذب كبيرة تودي بصاحبها إلى التردي، فكيف وأعظم الكذب على الإطلاق الكذب على الله والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الكذب لا يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال المرء يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وأعظم الكذب كما قلنا الكذب على الله جل في علاه، كما قال الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الكذب لهم عذاب عظيم.
قال الله تعالى أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، يعني يفضحون على رؤوس الخلائق، على رؤوس الخلائق من الملائكة والرسل والأنبياء وسائر البشر الجميع. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعقد لكل غادر لواء يقال هذه غدرة فلان، يعقد يوم القيامة لكل غادر لواء يقال هذه غدرة فلان، كما روى الإمام أحمد عن صفوان بن محرز قال كنت أخذا بيدي ابن عمر إذا عرض له رجل قال كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى يوم القيامة؟ قال سمعت يقول إن الله عز وجل يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره من الناس ويقرره بذنوبه ويقول له أتعرف ذنب كذا يوم كذا، أتعرف ذنب كذا يوم كذا، أتعرف ذنب كذا، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك قال فإني قد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم، ثم يعطى كتابه كتاب الحسنات. أما الكفار والمنافقون فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. هو حديث متفق عليه، وقوله الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون، أي يردون الناس عن اتباع الحق وسلوك الطريق الهدى الموصلة لله جل في علاه، فإنهم يقفون سدا منيعا بين الناس وبين الله جل في علاه، كما كانوا يفعلون في مكة ويقفون إلى 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 سكك مكة ويقولون هذا الرجل فرق بين الرجل وبين ابنه، بين الولد وولده، بين الأخ وأخيه، إنه ساحر، إنه كاهن، فكانت هذه دعاية مجانا له، لكن الغرض المقصود أنهم كانوا يفعلون ذلك ليصدوا عن سبيل الله. هناك خط من بعض يعني الطوائف الآن يصدون عن سبيل الله جل في علاه، ولكن يعني تلبيس إبليس عليهم أن هذا من الشرع، أنهم يبدأون في تبديع الناس، تبديع العلماء وإسقاط العلماء والكلام عليهم بالغلطة والغلطتين، وأيضا يأخذونهم باللازم، وكل ذلك من فعل أهل البدع، بل يمتحنونهم بشخص. أنت ذهبت إلى البلدة الفلانية، ذهبت للشيخ ولا ما ذهبت، يعني يمتحنونه برجل، وامتحان الناس برجل هذا من فعل المعتزلة، كما كانوا يفعلون بامتحان بزيد أو بيزيد بن معاوية، يعني كانوا يفعلون ذلك، يمتحنون الناس بشخص، وامتحان الناس بشخص هذا أيضا من فعل المعتزلة، وهذا من أعظم الصد عن سبيل الله جل وعلا، فمن الصد عن سبيل الله كما قلنا تبديع وتفسيق العلماء من أجل إسقاطهم، من أجل الصد عن سبيل الله جل وعلا، من ذلك أنهم الصد عن سبيل الله لأنهم يرون أن الحق عندهم فقط ليس عند غيرهم، لا يهم ما هو الحق، المهم أنه من عندهم يخرج. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، يريدونها طريقا معوجا، نعم، ليس معتدلة، وهم بالآخرة هم كافرون، هم أصالة كافرون جاحدون، لذلك يصدون عن سبيل الله ويريدون أن يكثروا من أعوانهم ويكثروا من رفقائهم في النار، نعوذ بالله من الخذلان، فهم يصدون عن سبيل الله لأنهم لا يؤمنون بالآخرة. وهؤلاء الذين جاءتهم الآيات والحجج والبراهين واضحة لائحة ظاهرة قاهرة، ولكنهم كما قلنا قوم يجحدون، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. فانظر بعد ما عرج بهم يقولون نحن قوم مسحورون، ولذلك قال الله تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذب. قوله تعالى أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء، يعني بل كانوا تحت قهره سبحانه وجل وعلا، تحت سلطانه، تحت قوته، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة، وهو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم ويذيق بعضكم بأس بعض. فهم أين سيذهبون، أين سافرون، ممن لا فرار لهم؟ أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء، أي كانوا تحت قهره وسلطانه وقدرته سبحانه وجل في علاه، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون،
إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار كما قال الله تعالى، يعني الله تعالى يمهلهم ولكنه لا يهملهم، يمد لهم في الأجل لكنه إذا أخذ لم يفلت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ولهذا قال يضاعف لهم العذاب، أي يضاعف عليهم العذاب، وذلك أن الله تعالى جعل لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، وأتى لهم بالحجج والبراهين، وأتى لهم بالآيات، ملأت الأسماع والصدور والأرواح والأنفس والقلوب، ومع ذلك صاروا صما عميا بكما لا يعلمون. كما قال تعالى وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقال تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. قال أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. أولئك الذين خسروا أنفسهم، خسروا أنفسهم لأنهم في نار تلظى، ولأنهم سيخلدون في نار جهنم، فكيف النجاة؟ لا نجاة. قال الله تعالى ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، يعني ما كانوا يستطيعون السمع الذي به الإجابة، ولا يبصرون العلم الذي ينجون به، ينجون به، ولكنهم يعني ولكنهم فيهم ما فيهم من السوء، وفيهم ما فيهم من الجحود، وفيهم ما فيهم من تبيت النية على الكفر من الهوى وحب الدنيا وكراهية الموت. نعم. إذا قال الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. الله تعالى ولكن الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. فبعذاب الله جل في علا هم يخلدون في نار جهنم، كما قال الله تعالى كلما خبت زدناهم سعيرا، كلما أرادوا يخرجوا منها أعيدوا فيها. نعم. وضل عنهم يذهب عنهم ما كانوا يفترون من دون الله من الأنداد والأصنام، ويدعون من دون الله جل في علا آلهة اتخذوها ظلما وزورا. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، كما قال الله تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وفي قوله لا جرم أن حقا، لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون، يعني حقا هم في الآخرة هم الخاسرون. فيبين الله ما آلهم بأنهم على خسارة وعلى مهانة وعلى ذلة وحقارة، وقد أبدلهم الله جل وعلا بجنات النعيم إلى نار الخلد، فإنهم يخلدون في نار جهنم يتقلبون فيها يصطرخون فيها كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. فهم في العذاب مشتركون، ولا ينفعهم شفاعة الشافعين، ولا تنفعهم حسنة، ولا ينفعهم أحد، ولا ينصرون أنفسهم ولا ينصرون غيرهم ولا أنفسهم ينصرون. كلما أرادوا الخروج من النار لا يخرجون، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربه قال إنكم ماكثون. ولذلك هم يحقرون وتكون الذلة والمهانة في الشدة واللواء عند التساقط في نار جهنم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. نعوذ بالله من الخذلان. وكما قلنا أن القرآن مثاني وبضدها تتبين الأشياء، أتى بحال المؤمنين إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. لما ذكر الله الأشقياء لو ثنى بذكر السعداء الذين آمنوا وأتبعوا الإيمان العمل الصالح، أن العمل الصالح هو علامة صدق الإيمان. فآمنت قلوبهم وعملت جوارحهم بالأعمال الصالحة قولا وفعلا من الإتيان بالطاعات وترك المحرمات والمنكرات. وبهذا ورثوا الجنات المشتملة على الغرف العاليات والسرور المصفوفات والقطوف الدنيات والفرش المرتفعات والحسان الخيرات والفواكه المتنوعات، فهم في سرور وحور وحبور، فهم في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. هم يلتقون في سوق الجنة يزدادون بهاء وجمالا، ويذهبون زيارة لربهم جل في علاه، ومنهم من كان في أعالي الدرجات مع النبيين
والصديقين والشهداء والصالحات والصالحين والصالحات. صدق الله فصدقهم سبحانه وجل جل في علاه. شهداء هؤلاء الأمة وصديق هذه الأمة في رفعة من مكان في رفعة من منزلتهم عند ربهم جل جل في علاه. كالسابقين الأولين وكالسبعين ألف الذين أخرجوا الجنة في غير من غير حساب ولا سابقة عذاب. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم وكانوا في شدة وكانوا يتبعون الطاعة الطاعة والصالحات الصالحات وتنافسوا جميعا في الخيرات. قال أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أولئك أصحاب الجنة استغفر الله أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. لما رزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. طيب الفوائد المستنبطة. وقفنا عند مثل الفريقين ويكون إن شاء الله في الدرس القادم. إذن هذه شبكة ليست بأيدينا, هذه شبكة. شريعة من قبلنا شريعة لنا, ما لم يأتي بشريعة ما ينسخه. نعم اللهم أمين. رب يرضى عنك شريف أحسن الله عليك. ما من ضال إلا وقد أقيمت عليه الحجة. إن الله أظهر له من آلائه ومن آياته في عظيم ربوبيته دال على إلهيته. أعظم الناس جرما الذين يصدون عن سبيل الله جل في علاه. أعظم الناس جرما الذين يصدون عن سبيل الله جل في علاه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.